سلطة المكرونة برضو النهاردة أنا عاملاها برضو قليلة السعرات. يعني بصوا أنا يعني مكنتش مركزة غير وأنا أهو في أول الحلقة أن أنا النهاردة عاملة كل المنيو كده لطيف وسعراته مش تقيلة وحاجته مش تقيلة قوي. طيب هيبقى عندنا إيه بقى النهاردة في السلطة؟ مكرونة، أنا اخترت المكرونة الملولوة دي، طبعا أنتوا ممكن تختاروا أي نوع مكرونة بس دي بتبقى لطيفة جدا إن هي طويلة وفي نفس الوقت مش تخينة فبتبقى حلوة في السلطه. وممكن كمان الحلوه زيها الفيونكة او القواقع برضو بتبقى حلوه. خلاص طيب، ومعانا مكعبات صدور فراخ مسلوقه، طبعا بنغسل صدور الفراخ كويس جدا بالملح والميه والخل وممكن عصره ليمونه، وبعد كده بنسلقها في ميه فيها جزر وبصل ورق لوري، ورق لوري، حبوب فلفل اسود حبايين عشان بس يدي نكهه حلوه للفراخ. تمام، معانا دوره، معانا اي نوع جبنه، دول مثلا ده جبنه رومي، جبنه تشيدر، جبنه جوده، مكعبات جبنه تشيدر، دول اربع انواع. انتوا ممكن تختاروا نوع واحد، ممكن تختاروا نوعين، يعني اي نوع جبنه انتوا حابينه وما نحطش كتير. خلاص خلاص، اهو الكيوي بنقطعه كده وهحطه هنا كده. خلاص، وبعدين هحط ايه تاني؟ هحط الرمان اهو برضو، هنحط الذرة. مش ملاحظين حاجة؟ الفواكه والذرة والفراخ هتبقى اكتر من المكرونة. تمام، او انا قصدي كده ان احنا نفسنا في مكرونة ماشي بس ناكل حبة صغيرين على كمية البروتين والفواكه اللي هحطها والذرة. الذرة طبعا مفيد جدا جدا، يعني منستهونش بفوائده. تمام، هنحط بقى كده الجبنة الرومي، الجبنة التشيدر، طبعا زي ما قلت نحط اي نوع جبنة عندنا، ممكن نكتفي اصلا بالجبنة الرومي بس ماشي. عشان بقى احنا مش هنحط رانش صوص كتير، نعمل ايه بقى؟ نحطه مع المكرونه بس، ما نحطهوش هنا، نحطه مع المكرونه عشان هو يلزق ويمسك في المكرونه ماشي. طيب هحط هنا كده معلقتين كده من التوباسكو صوص، او يعني اقل كمان عشان لسه عايز ازوده هنا، ونحط بقى كده الرانش صوص هنا، دول معلقتين كبار اهو. هنزوده بس ايه هنا كده هي بس بتنقط حبة صغيرين يعني، ونقلب. هجيب كده طبق المكرونة، طبعا دي اكني دخلتها التلاجة وجاهزة ان احنا ناكلها. طبعا عايزة تاكلوها دلوقتي عادي بس بقول لكم هي في التلاجة بتبقى حلوة قوي،